أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة قرار الإمارات تعليق العمليات العسكرية في الساحل الغربي، وكيف تحول دور الإمارات في اليمن من مساند للشرعية إلى متحكم في قرار السلم والحرب في اليمن. أعلنت الإمارات عن إيقاف مؤقت للعمليات العسكرية في محافظة الحديدة على الساحل الغربي، وقال وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إن بلاده قررت وقف حملتها على مدينة الحديدة غرب اليمن مؤقتا لإتاحة الوقت الكافي للمبعوث الأممي مارتن جريفيث لإقناع ميليشيا الحوثي بالانسحاب غير المشروط من المدينة والميناء. وكانت الحكومة اليمنية قد أكدت أمس السبت في بيان لها نشرته وكالة سبأ الرسمية تمسكها بالانسحاب الكامل لمسلحي ميليشيا الحوثي من المحافظة ومينائها الاستراتيجي، وذلك للبدء في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في البلاد. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: كيف تحول دور الإمارات من مساند للشرعية إلى متحكم بقرار الحرب والسلم؟ وهل لا تزال الحرب في اليمن مرهونة بإعادة الشرعية أم بمصالح الإقليم؟ وأين هو دور الشرعية؟ نذهب لمشاهدة التقرير التالي ثم نبدأ النقاش. قبل أيام أعلن الرئيس هادي استمرار العمليات العسكرية في الساحل الغربي حتى تحرير مدينة الحديدة ومينائها. استقرار المنطقة. واليوم تعلن الإمارات على لسان وزير شؤون الخارجية أنور قرقاش تعليق العمليات العسكرية في الحديدة. وما بين إعلان الرئيس هادي وإعلان وزير خارجية الإمارات تكمن المفارقة: من يحكم ويتحكم في اليمن، ومن بيده قرار الحرب والسلم؟ وماذا بقي في يد الشرعية من أمر اليمن؟ وكيف تحول دور الإمارات خاصة والتحالف عامة من مساند للشرعية إلى متحكم بها؟ أسئلة طرحت كثيرا ولا تزال، وكل مرة تطرح من باب استهجان الوضع الذي انتهى إليه التدخل السعودي الإماراتي في اليمن. لكن هذه المرة يبدو أن الأمور تطورت كثيرا، حتى قرار التحرير لم يعد مرهونا بمصلحة اليمنيين بقدر ارتباطه بمصلحة أبوظبي التي صارت الآمرة الناهية في اليمن. قبل أشهر كان استلاب القرار اليمني مرهونا بعودة الرئيس والحكومة الشرعية إلى الداخل اليمني، الآن وقد عادوا لم يتغير الوضع كثيرا، فالرئيس هادي وحكومته لم يستطيعوا العودة إلا بإذن من أبوظبي، وحتى بقاؤهم الآن في عدن هو تحت الحماية الإماراتية وقوات الأحزمة الأمنية التي تسيطر على المحافظات المحررة. تصدر الإمارات والتحكم في القرار اليمني بهذه الطريقة وضع الشرعية اليمنية في مأزق أمام اليمنيين، حتى أن البعض ذهب للقول كان بإمكان الإمارات التنسيق مع الشرعية اليمنية والإيعاز إليها بإعلان قرار تعليق العمليات العسكرية كإجراء صوري من باب الحفاظ على مكانة الشرعية أمام المجتمع الدولي، لكن الواضح أن أبوظبي تعمدت إحراج الشرعية أو بالأحرى إهانتها كما تفعل دوما. مشدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، ورحب بمن ينضم إلينا من الرياض مستشار وزير الإعلام أستاذ مختار رحبي، وكذلك دكتور عبد الله الغيلاني الذي ينضم لنا عبر الهاتف من العاصمة العمانية مسقط. وقبل البدء من أبدأ بالأصح مع الأستاذ مختار رحبي. أستاذ مختار، ما هو الموقف حيال معركة الحديدة الآن بالنسبة للحكومة الشرعية والشرعية عموما؟ أولا مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام جميعا. بالنسبة لما حدث اليوم من إعلان من قبل وزير الخارجية الإماراتي أو الوزير المسؤول عن الخارجية في الإمارات، أنا أعتبر أنه يأتي في إطار الاستنقاص من الشرعية، وكذلك منح دور الإمارات أكبر من الدور الذي هو مرسوم لها دور الإمارات، وكذلك التحالف برمته جاء كداعم للشرعية وليس بديل للشرعية في اتخاذ القرارات وفي إعلان الحروب وانتهائها. هذا الأمر مناط بفخامة رئيس الجمهورية الذي استدعى التحالف العربي، بالتالي أي عمل ينافي هذا الإعلان أو هذا التدخل أنا أعتقد أنه يضعف أولا الشرعية وكذلك يضعف التحالف العربي الذي جاء من أجل الدعم الشرعية، بالتالي هناك لغط كبير حول هذا الإعلان. وحتى إعلان بدء العمليات العسكرية في الحديدة
تم إعلانه من قبل الإمارات، والإمارات هي التي أعطت أو منحت الميليشيات الإنقلابية مهلة من أجل الانسحاب من الحديدة. بالتالي نقول أنه بالفعل ما تقوم به الإمارات سابقا ولاحقا، مع أن هناك يعني شبه تفاهمات تمت في رمضان بعد اللقاء فقامت رئيس الجمهورية مع محمد بن زايد ولعهد أبو ظبي، وكنا نظن أن بالفعل أن هذه التفاهمات ستزيل كافة الإشكاليات وستعود الأمور إلى نصابها. ولكن للأسف الشديد تفاجأنا في الحديدة أن الآمر الناهي هي الإمارات، ونحن ليس لدينا مشكلة في أن تدير المعارك وأن تساعد الجيش الوطني في الساحل أو في غيرها من الجبهات، ولكن أن تكون القيادة هي لليمنيين وأن تكون القيادة الفعلية والقيادة الميدانية هي لأبناء اليمن، كونهم هم أهل الأرض وهم أصحاب الأرض وهم الذين من المفترض بهم أن يقودوا المعارك وأن يتصدروا المشاهد الإعلامية، لا أن يتصدر ضاحي خلفان وكذلك قرقاش وغيرهم من المسؤولين. فنحن كيمنيين لا يمكن أن نقبل أن يأتي حتى محلل سياسي، حينما يأتي محلل سياسي غير يمني يتحدث بالشؤون الداخلية والتفاصيل العسكرية الدقيقة في اليمن لا نتقبله كما نتقبل من أبناء الشعب اليمني ومن المحللين السياسيين والعسكريين اليمنيين الذين يعرفون أسماء المناطق، يعرفون تفاصيل المشهد، يعرفون تفاصيل الجغرافيا اليمنية. بالتالي نقول أن ما حدث اليوم أنا أعتبره أنه هكوة، ويجب تدارك ذلك، ويجب أن من يعلن الحرب ومن يعلن السلم هي الحكومة اليمنية وليس غيرها، لا التحالف ولا أي دولة من دول التحالف يفترض بها أن تعلن مثل هذه الإعلانات المصيرية. طيب هذا الأمر مفهوم بالنسبة لطبيعة هذا الإعلان، لكن ماذا عن طبيعة المعارك؟ هل توقفت المعارك في الحديدة؟ هل توقفت قوات الجيش الوطني المقاتلة هناك وكذلك المقاومة الشرعية، أم أن هناك معارك لا تزال مستمرة في هذه الأوقات؟ كمعلومات ميدانية ليس لديك معلومات ميدانية، ولكن من يقود المعركة ومن يتحكم بالمعركة هي بالفعل هي الإمارات العربية المتحدة، حتى أنها تتحكم في المشهد الإعلامي، ومن ينقل المعلومات من داخل الميدان هي أدوات إعلامية تتبع الإمارات. بالتالي المبعوث الدولي هو بالفعل يقوم بضغط شديد على الحكومة الشرعية، وهو سيذهب يوم غد إلى صنعاء ومن ثم بعد ذلك سيذهب إلى عدن للقاء فخامة رئيس الجمهورية. هناك ضغوطات، لا ننكر أن هناك ضغوطات، ولكن الإشكالية ليست في الضغوطات، نحن نعرف أن هناك ضغوطات منذ 3 أعوام، ومن كان يستهزئ بالجيش اليمني في نهم وفي تعز وفي باقي المناطق ويقول أنهم لم يستطيعوا أن يحرروا تبة أو منطقة، ها هو اليوم الجيش في الساحل الغربي يتم إيقافه من قبل اللوبي الضغط الدولي ومن قبل الأمم المتحدة. بالتالي نقول أن المعركة هي معركة تدار يعني للأسف الشديد أن اللوبي الدولي هو من يوقف ومن يحرك المعارك ومن يقوم بالتحكم بمسار المعركة وبمسار الجغرافيا العسكرية في اليمن. بالتالي المعركة هي كانت بالفعل بدأت قوية وبزخم كبير في الساحل الغربي، ولكن يعني تفاجأ الجميع أنها هدأت بشكل كبير خلال الأسبوع الأخير من المعارك، وهذا بطبيعة الحال هو نتيجة الضغوطات الدولية الكبيرة التي مارستها الدول الغربية وكذلك المنظمات وكذلك الأمم المتحدة. أشكرك أستاذ مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. انتقل مشاهدينا الكرام إلى الدكتور عبد الله الغيلاني الخبير الاستراتيجي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من مسقط، وجدد الترحيب بك دكتور، أهلا وسهلا بك. مرحبا بكم جميعا وبالمشاهدين الكرام. حياكم الله دكتور عبد الله. إذن قرار الحرب تم الإعلان عنه من قبل دولة الإمارات فيما يتعلق بمعركة الحديدة، ثم كانت هناك تفاهمات وعودة للرئيس هادي إلى العاصمة المؤقتة عدن، ثم الآن يأتي قرار إيقاف هذه المعارك لإتاحة الفرصة للمبعوث الأممي في إطار إقناع ميليشيات الحوثي بالقبول بخطة السلام، كما قال ذلك وزير الشؤون أو الوزير المكلف في الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش. يعني من أي زاوية يقرأ هذا الخبر، وكيف ينظر له من ناحية سياق معركة يفترض أن هناك شرعية وهناك تحالف مؤيد لها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هناك فرق بين الحديث عن الينبغيات، ما ينبغي أن يكون وما يجب أن يعني يحدث، وبين الحديث عن الوقائع على الأرض. نعم، ينبغي للحكومة الشرعية أن تتولى هي القيادة السياسية والعسكرية
ينبغي ألا تتخذ قرارات هكذا قرارات استراتيجية فيما يتعلق بإيقاف الحرب والدخول في المفاوضات السياسية إلا عبر الحكومة الشرعية. ينبغي ألا يتحدث أحد عن الأزمة اليمنية إلا الرسميين باسم الحكومة الشرعية. هذه كلها ينبغيات، ولكن الوقاية على الأرض تقول شيئا آخر مختلف تماما. حتى عودة الرئيس هادي مؤخرا إنما أريد بها شرعنة ما يجري في الحديدة وما سيجري بعد معركة الحديدة. هي سلطاتها المسلوبة؟ الجواب كلا. الحكومة الشرعية اليوم هي أضعف مما كانت عليه. الحكومة الشرعية الموجودة في اليمن اليوم لا تتوفر على يعني قوة عسكرية وقوة سياسية، رغم سوريا وما تتمتع من أنواع القوة الأخرى كثير، ولكنها للأسف لا تستخدم هذه القوة، لا القوة القانونية ولا القوة السياسية ولا القوة الصلبة التي بحوزتها. في حقيقة الأمر أن القيادة السياسية والقيادة الاستراتيجية، قيادة المعارك، ليست بيد الحكومة الشرعية لا من قريب ولا من بعيد. ما صدر عن الوزير المسؤول، الوزير الإماراتي المسؤول، فيما يتصل ب يعني رغبة التحالف في إيقاف العمليات العسكرية تمهيدا للحل السياسي أو إثناء الأممية التي يقودها، أظن أن هذا الذي يعبر عن الحقيقة وليس ما تقوله الحكومة الشرعية أو ما قاله الرئيس هادي يعني أمس أو أول أمس، من أنه ليس هناك يعني أي نية لإيقاف العمليات وتسليم الحديدة للمتحدة. فما يصدر عن التحالف، عن الإمارات تحديدا، هو الذي يعبر عن الوقائع على الأرض، وهو الذي يعبر عن ما وللأسف يعني الحكومة الشرعية لا تتخذ من الخطوات مع استعادة سلطاتها والنهوض بواجباتها باعتبارها الحكومة الشرعية المسؤولة مسؤولية كاملة أمام الشعب اليمني وأمام العالم وأمام التاريخ. طيب برأيك هل يمكن أن يؤثر ذلك يعني على طبيعة تصريحات الحكومة؟ قالت أنها تتمسك بالانسحاب الكامل لمسلحي ميليشيات الحوثي من المحافظة وميناءه الاستراتيجي كذلك. هل يمكن في لحظة من اللحظات أن تتغير هذه المطالب إذا ما كان هناك رؤية أخرى أو فرض آخر من قبل الإمارات لذلك؟ نعم، كما قلت لك، الذي يقود مجريات الأمر الآن، الذي يقود الوقائع على الأرض، ليس فقط في الشق الاستراتيجي العسكري وإنما في الشق السياسي أيضا، الذي يقود هو التحالف جملة والإمارات العربية المتحدة فيما يتصل بمعركة الحديدة على وجه التحديد. فما تقوله أو ما يصدر عن الحكومة الشرعية لا يعبر لا عن الوقائع على الأرض ولا عن ما ينبغي أو ما عن يعني ما يمكن أن سيحدث من يعني اتجاه نحو الحل السياسي. الذي يعبر عن الـ عن الـ عن واقع الحال هو ما عن الإمارات. السؤال أيضا ماذا بعد الحديدة؟ الحديدة طبعا أن المعطيات الآن تشي أنه ربما هناك يعني توافقات، لأن إخراج الحوثيين من الحديدة ليس بالأمر اليسير. صحيح أن التحالف يتفوق عليهم من حيث موازين القوى العسكرية، ويمكن إذا طالت يعني المدة أن يحرز التحالف يعني نصرا مؤزرا في الحديدة، ولكن الأخلاف سوف تكون باهظة جدا، وبالتالي يبدو أن الأمور تتجه إلى شيء من التوافق. فالتحالف لم يوقف المعارك العسكرية في الحديدة رغبة منه في أو يعني كلا، وإنما ربما درءا يعني الأخلاف الباهظة. ولكن في كل حال يعني يبقى السؤال بعد تحرير الحديدة أو عن يعني مرحلة ما بعد التوافقات السياسية في الحديدة، هل سوف تعود الحكومة الشرعية لتمسك يعني بزمام الأمور في الحديدة، أم أن الأمر قد أفلت من يدها؟ يبدو لي أن الأمر قد أفلت من يد الحكومة الشرعية، وسيحدث في الحديدة ما حدث في عدن وفي شبوة وفي أبين وفي كل هذه المناطق التي لم يعد الحكومة الشرعية حضور أو نفوذ حقيقي عليها. هذا هو السؤال وهذا هو المتخوف منه في مرحلة ما بعد التوافق السياسي أو مرحلة ما بعد تحرير الحديدة. لذا أنا أقول أن يعني لا أدري كيف يفكر الرئيس هادي ويعني فريقه لل يعني إدارة الأزمة، ولكن على الفرقاء، على الشركاء الآخرين، الشركاء يعني الرئيسيين، الناصريين، الإسلاميين، الاشتراكيين، غيرهم من شركاء الحكومة، أن يعني مسؤولا في أنماط التفكير الاستراتيجي
يعني الحكومه، وبالتالي لابد لها تعيد سلطاتها المسلوبه، ولابد ان تاخذ بزمام المبادره، ولابد ان 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 تكون هي المتحدث الرسمي عن كل ما يمكن ان يحدث. نعم. سواء في الحديده او في تعز او في مأرب او في غيرها من يعني جبهات القتال، وان لا يترك الامر فقط للتحالف. التحالف اليوم يتصرف وكانه يعني الامر الناهي، وهو كذلك في واقع الحال، يعني هو الذي يقود الازمه السياسيه والاستراتيجيه. نعم دكتور. والخدميه حتى. فعلى الحكومه ان تستعيد يعني السلطات المسلوبه، وان تاخذ السيف بحقه، وان تمارس يعني سلطاتها الدستوريه بشكل طبيعي. طيب اشكرك دكتور عبد الله الغيلاني على تواجدك معنا اذا في هذه الحلقه. الخبير الاستراتيجي كنت معنا عبر الهاتف من مسقط. ارحب بمن ينضم الينا الان من لندن، المحلل السياسي الدكتور محمد جميح. اهلا بك دكتور. اهلا وسهلا. حياكم الله دكتور. اذا في سياق الحديث عن معركه الحديده وايقاف وما تحدث به وزير الدوله شؤون الخارجيه الاماراتي انور قرقاش من ايقاف العمليات الان، برايك الى اي مدى هذا القرار يلبي المصالح التي تدافع عنها الحكومه الشرعيه في سياق المعركه الجاريه الان وفي سياق الممكن في نهايه المطاف؟ طبعا الخبر الذي كان اليوم هو اخذ في سياق وقف الحرب، وطبعا لم يكن ذلك المقصود، وكان تصريح واضح ان هناك وقف لاطلاق النار مؤقت، وعلل هذا الوقف حسب تغريدات الوزير قرقاش بانه من اجل اتاحه الفرصه لجهود السلام، من اجل تسليم مدينه الحديده سلما ودون شروط، هكذا نص التغريدات التي صرح فيها وزير الخارجيه الاماراتي او الوزير في وزاره الخارجيه. المهم ان هذه التغريدات تكشف عن ضغوط دوليه هائله على الحكومه الشرعيه وعلى اطراف التحالف من اجل القبول بتسويه الحديده. ان يعقد مجلس الامن الدولي ثلاثه اجتماعات في ايام معدوده، تقريبا سبعه ايام خلال اسبوع، من اجل مدينه الحديده، ان ياتي مارتن جريفيث الى عدن مرتين خلال ايام ثلاثه، ان يذهب الى صنعاء، أن تكون هذه الحركة المكوكية المتوازية مع جهود أوروبية وضغوط بريطانية لا تكل من أجل وقف هذه العملية، أن تأتي كذلك في وقت تتزامن فيه تصريحات دولية من منظمات حقوقية ومنظمات إغاثية وهيئات معتبرة دولية بوقف هذه العملية. هذا يدل على حجم الضغوط الهائلة التي تمارس على الجانب الشرعي في جنب مع التحالف من أجل وقف هذه العملية. أنا أعتقد أن ما صرح به الوزير قرقاش اليوم هو نوع من محاوله امتصاص الضغط الدولي بان يقرب الكره في مرمى المجتمع الدولي، ها نحن نوقف اطلاق النار والكره في مرماكم، ارونا ماذا تفعلون مع الحوثيين لانقاذ المدينه واخراجها من قبضتهم سلما، لان المعروف ان الحوثيين وافقوا على اداره الامم المتحده للميناء كما وافقت الحكومه الشرعيه على اداره الامم المتحده للميناء، الخلاف هو على بقاء المسلحين الحوثيين وهو ما يشترطه الحوثيون في الحديدة. الحكومة من جهتها تقول أنه لا فائدة من تسليم الميناء إذا كان الحوثيون لم يسحبوا ميليشياتهم أو مسلحيهم، وبالتالي ترى الحكومة الشرعية أن استعارة الحديدة يجب أن يكون بإخراج الميليشيات منها، لأنه في أي لحظة يمكن أن تتدخل هذه الميليشيات وتعيق عمل المشرفية الأمم المتحدة إيجاز لهذه الخطة أن ترى النور. لكن بالمجمل انا اعتقد ان سيلتقي الرئيس هادي سيلتقي مارتن جريفيث غدا في عدن، وربما يحيط مارتن جريفيث مجلس الامن احاطه سريعه، او ربما يجتمع باطراف اخرى اقليميه ويمنيه لمزيد من النقاش. بعد ذلك انا في تصوري ان ذلك لن يجدي شيئا، لانه لا يمكن للحوثيين ان يسحبوا ميليشيات من الحديده مهما كان، يمكن ان يسلموا الميناء للامم المتحده لكنهم لن يسحبوا ميليشياتهم من الحديده، وهذا يعني بان الحكومه اليمنيه بالطبع وقد اعلنت امس بانها ترفض اي خطه يمكن ان تفضي الى وجود ميليشيات حوثيه داخل الحديده من اجل وقف المعركه. ينبغي ان تنسحب الميليشيات، هكذا تقول الحكومه وهكذا يقول التحالف. يعني في هذا السياق الى اي مدى يمكن للحكومه ان تمضي بعيدا عن
أي رؤية أيضا للتحالف في هذا السياق، في سياق استمرار معارك في جبهة مثل الحديدة، إذا ما كانت الإرادة الموجودة لدى التحالف يعني بدولتي الفاعلتين بشكل أكبر في إيقاف هذه المعركة وإن بشكل يعني مرحلي؟ أنا أعتقد أن يعني الجنود المقاتلين على الأرض هم اليمنيون، أغلب المقاتلين بل كل المقاتلين ما عدا الاستشاريين من دول التحالف. يعني لدينا القوات التي تسمى بالقوات المشتركة، قوات العمالقة، قوات المقاومة السامية، هنا قوات يعني تتبع طارق صالح، لكن هؤلاء جميعا يمنيون. بالتالي فالمعركة هي معركة يمنية، المعركة هي معركة الشرعية، والرئيس اليمني متواصل مع أبو زرع المحرمي بشكل مستمر، يعني يهنئه بالانتصارات، يتواصل معه ويسيره على مسار الأحداث، وبالتالي لا أعتقد أن هناك يعني قدرا من مصادرة القرار الشرعي فيما يخص هذه المسألة. التوافق الإماراتي الرئاسي الأخير أفضى إلى عودة الرئيس إلى عدن، وأفضى إلى انطلاق معركة الحديدة، وبالتالي تدرك الإمارات بأنها بحاجة كبيرة إلى مظلة الشرعية، كما يدرك الرئيس هادي بأنه بحاجة كبيرة وماسة إلى مظلة التحالف. أعتقد أن أي من الطرفين لا يمكن أن يستغني عن الآخر. الشرعية مهمة، لأن شرعية التحالف هي من شرعية الرئيس هادي وشرعية الشرعية اليمنية، لأنهم أتوا برسالة من الرئيس، وبالتالي لا يمكن أبدا في تصوري أن يفرطوا في مثل هذه الشرعية التي يستندون إليها. كذلك الرئيس هادي يحتاج إلى هذا الدعم، الغطاء الجوي والغطاء والمعدات العسكرية البرية يحتاجها. وهناك نوع من التنسيق بين القوات على الأرض وبين الطيران وبين القادة العسكريين في التحالف وفي الحكومة اليمنية. اجتماع الرئيس هادي اليوم بكبار قادة العسكريين في عدن هو من أجل تدارس الخطة العسكرية، ومن أجل أيضا أعتقد تدارس الموقف يتبعه القادة العسكريين على تطورات الأحداث، من أجل أن يكون لدى اليمنيين كلمة فاصلة واحدة تقال لما في ريفت غدا. أشكرك إذن دكتور محمد جميح المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، على تواجدك معنا في هذه الحلقة، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات الزميل ماهر أبو المجد، وهي مني كذلك وجيه السمان، وكذلك من الأفراد العاملين في الطاقم الفني. إلى اللقاء.